وفي تصعيد لدول الخليج كلها. هنا ما صار شيء غير. بعد فترة صار تصعيد آخر، إنه العراق أرسل مندوب وفد يحمل رسائل لدولتين، دولة الكويت ودولة الإمارات. شو فيها الرسائل؟ الرسائل فيها تهديد مباشر، رسالة من الرئيس صدام للشيخ جابر، ورسالة من رئيس صدام للشيخ زايد. تقول الرسالة أنه الرئيس صدام يعني يرغب في حل هذه المشاكل، وهو بحاجة إلى أموال وإلى دعم وكذا، والأموال عندكم متوفرة، وليجب أنكم يعني أسعار النفط يعني اللي أنتم تسوونها، هذه الطريقة اللي أنتم تسوونها بيعون النفط بأسعار رخيصة، يجب نبيع النفط بأسعار أغلى، ومثل هذه الأشياء. والرسالة ذكر فيها المال، وذكر فيها النفط، وذكر فيها التهديد.